بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمك الغرة وأفضى بك العظمى. ففي الغار قد باض الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا. رأت عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في أعينهم كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها المنحوس حيرت الكفرا. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببغنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم.